لجنة التحكيم الأفريقية في الكاف يا كابتن ناصر، هل بتقف مع الأخطاء دي؟ الأخطاء مهمة النهاردة، أنت بتتكلم يعني النهاردة لو الأهلي سهل المباراة زي ما حضرتك قلت، هل النهارده بيكون في مراجعه للاخطاء في مباريات افريقيا، خاصه المباريات اللي جايه مباريات صعبه؟ كابتن احنا قلنا حاجه مهمه جدا، انت قلت يا كابتن اسامه حاجه مهمه، دور المجموعات بيصعد يا كابتن هاني وبيصعد، وممكن فرقه ما تصعدش بسبب لعبه زي دي. النهارده الفار مش موجود، يبقى انا النهارده لما بختار الحكام يا كابتن اسامه لابد ان اختار الحكام الافضل عندي، سواء كان حكام ميدان او حكام مساعدين. النهارده للاسف الشديد النهارده الاهلي زي ما قلت سهل الدنيا، والنتيجه النهارده خلت الاخطاء يمكن مش مؤثره قوي، ولكن لو مباراة 1-0 أو 2-1 كانت هتبقى مشكلة. جاهز أنت حاجة كابتن نصر؟ خلينا كابتن نصر في الأول يعني أشيد بيك، بعد المباراة السابقة أمام الاتحاد السكندري كان في حالة جدلية أنت حسمتها من أول لحظة، وقلت إن الكرة بتاعت يحيى عطية الله ليس فيها ركلة جزاء على النادي الأهلي، وكرة صحيحة جدا، وقرار الحكم والاثنين مساعدين بالسيناريو اللعب قرار صائب. لا وكمان معلش يا كابتن اسامه، الخبراء الاجانب اللي الناس بقت بتتواصل معاهم ايدوا راي الكابتن ناصر عباس، وكمان لجنه التحكيم بقياده الكابتن ياسر عبد الرؤوف في اجتماعها مع الحكام اقروا بصحه قرار حكم المباراه الكابتن محمد معروف. كابتن اسامه نفكر الساده المشاهدين، هي المباراه كانت ما بين الاهلي والاتحاد السكندري، حاله من الحالات كابتن هاني الكره بتيجي في الايد، البعض يرى ان كل كره تيجي في الايد تبقى هاند بول او تبقى لمسه يد، مش كل لمسه يد تتحسب يا كابتن هاني كابتن اسامه. الكره دي ناس كلمت فيها، بعض اتكلم فيها وقال ان هنا ركله جزاء لم تحتسب لنادي الاتحاد، وكتير ناس طلعت وخبر طلعت. احنا هنا في النادي الاهلي كابتن او في قناه النادي الاهلي دايما لابد ان احنا بنتكلم التحكيم والقرار التحكيمي بالاعتبارات. مهم جدا انك تتكلم باعتبارات الحاله وتشرح للناس الحاله كانت ايه. سريعا بنقول النهارده في الحاله دي احنا قلنا ايه، الكره بتصطدم في الارض ثم في صدر يحيى عطية الله ثم بتيجي من صدره للايد. هنا كره بنقول عليها ايه، غير متوقعه، بنقول ان الايد هنا حتى لو كانت مكبره الجسم القرار هنا كان باستمرار اللعب. حكم الفار فاهم كويس القانون وفاهم كويس التعديل وامر باستمرار، عمل كونفيرم مع محمد معروف قال له ما فيش مخالفه طبقا ليه يا كابتن، طبقا للتعديل والتوضيح في لمسه كره بيد. النهارده لجنه الحكام النهارده بتجتمع في التحليل الفني بتقر ان هذه الحاله لا توجد فيها مخالفه لمس الكره باليد ومفيش فيها ركله جزاء. ده دليل ان احنا هنا بنقول دايما الحمد لله الحمد لله عندنا مصداقيه وعندنا فهم للقانون وفهم في توضيحات القانون. ده مهم عشان نبرز الحته دي، لان الناس حسست ان النادي الاهلي وكانه كسب او يعني نقطه او ان الكره مش ركله جزاء. ده كان ناصر عباس كان معانا في التحليلي بصراحه اقر بالحاله من اول، وبعدين من اول الناس قال ان الكره خبطت في صدره وبعدين في ايده، يعني كل الناس كانت بتتكلم عكس كده. هو اخر حاجه بس سؤال سريع، بعض المحللين بعض المحللين قال كمان ان ما فيش حد من الخصم ورا عطيه الله، علشان كده يعني ما منعش او يعني ما استفادش منها، يعني لا كابتن لا كابتن هاني كده صحيح. صح ولا غلط كابتن؟ لا صح غلط طبعا. أوكي. انا مش علاقه بمين ورا اللاعب، انا ليه علاقه هل الكونسيدريشن موجود في الحاله ولا لا، يعني الاعتبارات متوفره تتحسب ولا لا. هو ده اللي احنا الاعتبار فيه. اللي حضرتك قلته انها جت في صدره وفي ايديه واضاف عليها كمان ان ما فيش حد كمان من مهاجمي نادي الاتحاد وراه فما استفادش من نادي الاتحاد. لا في الاخرانيه انا مش متفق معاه، انا بتفق في الحاله الاولانيه ان النهارده الاعتبارات كلها خبطت في صدر اللاعب، كلها طالما خبطت في صدر اللاعب وتيجي في الايد مش ركله جزاء، مش ركله جزاء، مش ركله بقى حتى لو في ثلاثه او اربعه. اوكي شرفتنا ونورتنا يا كابتن ناصر، بنشكرك شكرا جزيلا. اشكرك يا كابتن اسامه، شكرا. اخيرا كابتن هاني، رجل مباراه اليوم الاهلي واستاد ابيجان ما بين قفشه وكهرباء، بس واحد بس عشان ندي بوش واحد بس. كهرباء كهرباء كابتن عماد، كهرباء 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 رقم واحد، قفشه رقم اثنين، كهربا رقم واحد. اذا كهربا رجل، وانا كمان معاهم كهربا. اذا رجل مباراه الاهلي امام استاد ابيجان النهارده محمود كهربا، شرفتنا ونورتنا يا كابتن هاني. شكرا والف مبروك، وان شاء الله القادم افضل باذن الله. شرفتنا ونورتنا يا كابتن عماد. شكرا كابتن اسامه، والف مبروك للنادي الاهلي. شرفتنا ونورتنا يا استاذ ايمن. شكرا كابتن اسامه، وان شاء الله تبقى بدايه خير ان احنا نكسر الموضوع بتاع ثلاث بطولات متتاليه ده، فان شاء الله في الاستوديو ده ناخد ان شاء الله الثلاثه على التوالي ان شاء الله. وانا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وبشكر ضيوفي الكرام. بكده حلقتنا انتهت، لكن خلوكم النهارده مع قناه الاهلي، في نجم كبير النهارده كابتن عمرو السوليه مع الكابتن احمد شوبير في حارس الاهلي، وبكره كمان في مفاجاه حلوه على قناه الاهلي ايضا مع الكابتن شوبير. خليكم دايما مع قناه الاهلي، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، سلام.